أهلا بكم من جديد. أفاد مراسلنا بمحور الوطية بأن قوات فجر ليبيا حرزت تقدما كبيرا في جميع المحاور أو محاور الشبكات بالجهة الغربية، والتي خلفت العديد من القتلى في صفوف ما يعرف بجيش القبائل. عمليات نوعية تخللت الشبكات استهدفت تمركزات لجيش القبائل وأسفرت عن تدمير عدد من الأليات ومقتل ما يزيد عن 10 عناصر. كما أكد مراسل النبأ أن القوات المنضوية تحت رئاسة الأركان تجهز لعمليات واسعة النطاق على قاعدة الوطية الجوية بغرض السيطرة عليها. ولمزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا من محور الوطية أحمد أبو شويرب. أحمد، على ما يبدو بأن هناك تطور كبير اليوم في جبهة الوطية، وهناك تقدم على أكثر من محور. الجديد من هناك أحمد. نعم عماد، طبعا اليوم شهد محور الوطية أو اشتباكات الدائرة حول قاعدة الوطية العسكرية تقدمات كبيرة وأيضا تطورات كبيرة جدا. اليوم في على مستوى محاور القتال في منطقة أو حول قاعدة الوطية، في منطقة أو في محور العسة شهد هذا المحور اشتباكات كبيرة منذ الصباح، أيضا في محور جنوب صبراتة والعجلات أو الطريق الصحراوي، أيضا في محور معسكر أم شويشة، وأيضا منطقة بئر الغنم. هذه كل هذه المحاور شهدت اشتباكات كبيرة منذ الصباح. الاشتباكات أدت إلى تقدم لقوات الثوار التابعة لرئاسة الأركان على جميع المحاور. في محور العسة هذه القوات أصبحت على مشارف قاعدة الوطية، أي بالتحديد يعني كانت هناك على مقربة من تقاطع أو منطقة الزرير المتخمة لقاعدة الوطية. أيضا في محور جنوب صبراتة والعجيرات شهد هذا المحور تقدما للقوات التابعة لرئاسة الأركان. أيضا في محور معسكر أم شويشة كانت هناك اشتباكات عنيفة حول هذا في هذا المحور. أيضا في محور الغنم الذي شهد اشتباكات في هذا الصباح. أيضا هناك تحليق للطائرات، وهناك قصف لمواقع ما يسمى بجيش القبائل وبقايا كتائب القعقاع والصواعق. هذا القصف. طيب نعم، هذه الشبكات أحمد هل لازالت مستمرة حتى اللحظة؟ نعم، كانت في هذه الأثناء هذه الاشتباكات انخفضت حدتها من على في فترة النهار. هذه الاشتباكات حاليا متقطعة من حين إلى آخر بالأسلحة الثقيلة، أيضا براجمات الصواريخ والقذائف. حصيلة هذه الاشتباكات هو قتيل واحد وعشرة جرحى في صفوف الثوار. أيضا القادة الميدانيون أكدوا لنا أن هناك عديد الأليات تم تدميرها التابعة، هذه الأليات تتبع لما يسمى بجيش القبائل. أيضا هناك ما يقارب من 30 قتيل بحسب التصريحات من القادة الميدانيون. وأيضا ذكروا لنا بأن سيارات الإسعاف شهدت في تمركزات بكثرة في تمركزات ما يسمى بجيش القبائل. شكرا جزيلا لك. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد أبو شويرب مراسلنا من محور الوطية.